بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة المرحلة الثانية في كلية الطب جامعة العميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الأستاذ دكتور باسم زوين، واصل معكم محاضرات سنترال نيرفس سيستم. اليوم نتكلم عن الأسندينج باثويز أو السنسري باثويز within the spinal cord. مثل ما تعرفون أنه السباينال كورد هو وظيفة واحدة من الوظائف مالته أنه يكون ممر إلى الأسندينج والديسندينج باثويز. نتكلم بالذات اليوم عن ثلاثة من أهم هذه الباثويز، اللي هو الدورسال كولوم ميديال لمنسكس باثوي، والأنتيرو لاترال سباينو ثلاميك باثوي، والسباينو سيريبيلر تراكس. قبل هذا فد لمحة بسيطة، هذا الشكل السباينال كورد هو كودال اكستنشن اوف ذا برين، ووظيفته الأولى أنه يحمل الأسندينج والديسندينج فايبرز، يعني يربط البرين ويا البريفرال نيرفس سيستم عن طريق هذني الأسندينج والديسندينج باثويز. والوظيفة الأخرى اللي هي الريفلكسز، ريفلكسز هذه الاستجابات المباشرة من خلال نفس السباينال كورد بدون استشارة، يعني على الأقل على السريع في نفس الوقت بدون استشارة من البرين. عندنا سنسري وموتر، وعندنا انتجريشن سنتر اللي هو هنا يكون سباينال كورد والانتجريشن سنتر. فهذه وظيفتين للسباينال كورد. السباينال كورد محمي من الخارج بفيرتبرال كولم مثل ما البرين محمي بالسكال، وايضا محمي بالمننجز اللي داير ما داير، اللي هو يورا ماتر والاراكنويد ماتر والبيا ماتر، ويوجد في بينهم ايضا سيربرو سباينال فلويد، وبالسنترال كانال ايضا اكو سيربرو سباينال فلويد لعده وظائف. واحده منهن ايضا انه يصير كاشنينج، يعني حتى تحمي من الصدمات ضمن هذه اللايرز الثلاث. وايضا مربوط من الجانبين ومن الاسفل باربطه، من الجانبين ليجامنتا دنتيكولاتا اللي هو الاربطه المسننه، ومن الاسفل من نهايه الانانا من الكونس مادولاريس اخر شيء هنا نهايته، وباللمبر ريجن يربط هذا خيط الانتهائي الفايلم ترمينالي يربط بالكوكسكس اخر فقره. يطلع من السباينال كورد السباينال نيرفز هنا 31 عصب مثل ما تعرفون، اللي هم يسمون حسب اسم الفيرتبرا اللي يطلعون من اسفلها. يعني مثلا T12 يطلع من شنو أسفل الفقرة اللي هي الثوراسيك 12، ما عدا الفقرات العنقية. فالفقرات السيرفيكال فيرتبري من 1 إلى 7 يطلع من أعلى من هذه الفقرات، من أعلى هذه الفقرات. الثمانية أيضا يطلع منها 2، يعني الفقرة العنقية الثامنة سيرفيكال فيرتبرا اللي هي 8 يطلع منها 2 أعصاب two spinal nerves، واحد أعلى منها واحد أسفل منها. الأعلى منها اسمه C7 والأسفل من عندها اسمه C8. فهذه النظرة. أيضا cross section بال spinal cord عادة، يعني هذا cross section حتى يوضح لنا ما يوجد في داخله، هنا مقطع عرضي، فهنا جهة الدورسال ومنها الجهة جهة الفنترال، هذه جهة الفنترال ديش الدورسال. spinal nerve يتكون من 2 roots اللي هو dorsal root، هذا dorsal root والventral root، وكل واحد بيهم rootlets، هذني جذيرات rootlets. الventral root هو الموتر branch، هذا الموتر جزء اللي هو الموتر root ضمن spinal nerve. spinal nerve يسموه mixed يعني بموتر وبسنسري وبحتى autonomic. وهنا الدورسال إذن هو السنسري، والفنترال هو الموتر، ومرات يكون ياد أوتونوميك. يدخلون إلى السباينال، يعني هنا السنسري يدخل إلى السباينال كورد من جهة الظهرية من الدورسال سايد. هنا راح يلقى بالداخل بالكروس سكشن نشوف الوايت ماتر إلى بالبيريفري بالمحيط، وبالسنتر هذا البترفلاي شكل الفراشة هو الجراي ماتر. الجراي ماتر متكونة من دورسال هورن، هذا الدورسال هورن اللي هو يستقبل، راح يصير هنا سينابس with the dorsal root، الأعصاب اللي تيجي هنا الأكسونز مالتها يصير لها سينابس كناب هذا المكان أو هذا أي واحد منهم. فهنا هذا الدورسال هورن،
وعندنا هنا الفنترال هورن اللي يطلع من عده الموتر. الموتر اذا يطلع منين؟ من الفنترال هورن. اعيد، الدورسال روت هذا اللي هو اكسنس اوف ذا بيريفرال نيرفز، هنا الاعصاب، الاعصاب المحيطيه هنا بها سنسري وبها موتر. فالسنسري يدخل من جهه الظهريه من الدورسال سايد. هذا الاكسن هنا راح يلقى سيل بوديز، السيل بوديز هي الجراي ماتر. فهنا الجراي ماتر هذا الدورسال هورن وهذا الفنترال هورن. الفنترال هورن هو اجسام الخلايا اللي راح يطلع منها الاكسنز، منها الموتور نيرفز يروحن ويتحدن ويصير النوب هنا، يصير عصب واحد اللي هو شنو؟ السباينال نيرف. ايضا بالثورا كولومبر ريجين اكو هورن اخر اسمه لاترال هورن. هذا اللاترال هورن خاص بالاوتونوميك نيرفس سيستم. ايش تطلع منه؟ تطلع منه البري جانجليونيك، بري جانجليونيك سمباثيتك. البري جانجليونيك سمباثيتك يطلع من اللاترال وايضا يمشي ويا من؟ ويا الفنترال روت، ويا الفنترال روت. هاي وين؟ بس بمنطقتين ثورا كولومبر، لان بس بالثورا كولومبر ريجين مثل ما تعرفون موجود السمباثيتك. الباراسمباثيتك يسمونه كرينيو ساكرال، والسمباثيتك ثوراكولمبر. فهنا اللاترال هون تطلع من اللي يحتوي هذا السيل بوديز اوف ذا اوتونوميك سمباثيتك نيورونز. ايضا فد نظره عامه حتى يكون عندكم تخيل عن السباينال كورد والمقطع العرضي مع المقطع الطولي. فنحركه اكثر من مره حتى تشوفوا اكثر من اتجاه انه كيف راح نشوف شنو هذا فكره المقطع العرضي وشنو هذه الاشياء اللي تشوفوها بالنص هذه حتى تتخيلوها بالبدايه بشكل عام. اذا هذا هو المقطع العرضي، ولما نشوف هنا مثل هذه الدورسال كلام مثلا، هذا هو عباره عن وايد فايبرز، يعني هنا الاكسنز ماشيه بهذا المكان. هذا اللي بالنص البترفلاي هو عباره عن سيل بوديز، وهكذا عندنا ascending و descending يرسموها بمختلف الألوان. قسم يرسمون أزرق أو أحمر حتى تميز بين أنه هذا ascending وهذا الأحمر descending وهكذا. فإذا هذا cross section of the spinal cord. الآن نبدأ مباشرة بال pathways اللي تكلمنا عنها. اول واحد، اول باثوي راح نتكلم عنه واريد تنتبهون انه هذه الدورسال فيو، يعني اغلب الكتب الصور اللي بيها فنترال فيو. انا بما انه اشرح لكم الان الدورسال كولم، فالدورسال كولم صاير بهاي الجهه، فضلت ان ارسم لكم اياها على شكل دورسال فيو من جهه الدورسال. اذا هذا الدورسال فيو وهذه الفنترال، يعني هذه جهه الدورسال وهذيك جهه الفنترال. نتكلم عن دورسال كولم ميديان لمنسكاس باثوي. هنا الريجنز حتى تعرفون انه هذا عباره عن اكثر من منطقه، ساكرال ولمبر وثوراسيك وسيرفيكال. بالذات اختارينا 6 لانه من ثوراسيك 6 الى اعلى من ثوراسيك 6 فما فوق، راح الفاسيكل تختلف عن الفاسيكل اللي هي بالاسفل من ثوراسيك 6، يعني ثوراسيك 5 فما دون، هذه يسموها فاسيكولاس جراسيلس. اذا السنسوري انفورميشن راح تجي، شوف اجت السنسوري انفورميشن ومشت، شوف مشت من الساكرال ريجين، خلينا نفترض من الساكرال ريجين، خلينا تجي من اللور بادي، اللور بادي سواء خلينا نقول الليج او اي مكان اخر من اللور بادي. هذه السنسوري انفورميشن تصعد وتمشي ميديال. اذا اول وحده اجت ودخلت من الدورسال هورن، عفوا من الدورسال روت، هذا الدورسال روت، وهذا السيل بادي مالتها. السيل بادي وين موجود؟ مال الفيرست اوردر نيورون. هذا اول واحد يدخل يسمونه فيرست اوردر نيورون، يدخل من جهه الدورسال لان هذه جهه الدورسال هي القريبه علينا الان. هذا السيل بادي مالتها يسوي الدورسال روت جانجليون، هذه دورسال روت جانجليون. اذا هسه اريدكم تحفظون واحده واحده. اولا الفيرست اوردر نيورون سيل بادي مالته وين موجوده؟ بالدورسال روت جانجليون او بمجموعين دورسال روت جانجليون. دخل من الدورسال سايد ومباشره من دخل صعد ميديالي، يعني اخذ جهه الدورسال كولم، هذه الدورسال كولم اسمه
مشى ميديالي. خلينا نشوف الثاني. اذا هذا اول واحد مشى ميديالي، اجى الثاني من اللمبر ريجن، خلينا نقول مشى بصفه، شوف مشى منا بصف ذاك الميديال شويه لترالي اله. اعيد، مشى لترال للاول. اذا ياهو يجي جديد، كل ما نصعد اي واحد يجي جديد عصب من هنا سنسري نيرف ايضا يدخل من جهه الدورسال، هذه السيل بادي مالته يمشي لترال للاول، راح يمشي لترال للاول مثل ما شفتوا. اذا هذا ثاني واحد مشى لترال، وهكذا كل ما نصعد يجي واحد يمشي ميديال للقبله. اذا هذا الثالث ايضا مشى ميديال اله، هذا ثالث واحد او رابع. هنا اعداد كثيره بس للتوضيح حتى تفهمون الفكره. من الان من الثوراسيك 6 فما فوق، هذه فاسيكل اسمها، يعني اسمها فاسيكولاس اكيونيتس. هذه اول وحده من الساكرال الى ثوراسيك 5، من الساكرال نصعد الى الثوراسيك 5، هذه هنا الفاسيكل اللي تجمع كل هذه الفايبرز الصاعده اسمها فاسيكولاس جراسيليس، فاسيكولاس جراسيليس اللي هي ميديا. من الثوراسيك 6 فما فوق، يعني راح تجيها ايضا بعد وحده، شوف هذا من السيرفيكال، من السيرفيكال ريجن، شوف هذه، هذه ايضا اجت وياها الفايبرز. فالفايبرز من الثوراسيك 6 الى نهايه الى اول وحده كل السيرفيكال فايبرز هذا اللي كلهن يسموها فاسيكولاس كيونيتاس، حفظوها. هسه تو فاسيكولاي، وحده هذه اللي ميديال اسمها فاسيكولاس جراسيليس، وهذه اللاترال اسمها فاسيكولاس كيونيتاس. قبل لا نشوف الليجنز راح ارجع اوخر هذه الاشياء حتى بس تتخيلوها مره اخرى وياي. اذا هذه الاعصاب اللي ماشيه ميديال، هذه اللي ملونها لكم بالوردي، هذه هي فاسيكولاس جراسيليس، وهذه اللي اجت منها وبصفها مشت منها فما فوق من الثوراسيك 6 فما فوق اللي ماشيه لترالي لها اسمها فاسيكولاس اكيونيتاس. وهذا الفايبر الاول، هذا الفايبر الثاني، هذا الفايبر الثالث، وهذا الفايبر الرابع، اختصرناهن باربعه حتى تفهمون الاحتمالات الليجن. الان هذول من اجوا وصعدوا مباشره، هذا اذا هذا السيل بادي، هذا السيل بادي مال النيرف، هذا السنسري نيرف، هذا الفيرست اوردر، ماكو اي ساينابس، مباشره صعد. اذا على طول هذه المسافه، هذا كله هو الفيرست اوردر نيورون، هذا الفيرست اوردر نيورون وصعدات كلهن. اذا صعدات شو نسميهن اذا بنفس الجهه؟ صعدات بنفس الجهه، ما سوون عبور الى الجهه الثانيه. اذا ماكو ديكوسيشن لحد الان، ماشيات ابسي لاترال، ابسي لاترال. اذا هسه هاي نقطتين، اولا الترتيب مالتهم من الميديال لللاترال عرفتوه، وثانيا عرفتوهن انه صاعدات هنا ابسي لاترال بنفس الجهه. فاذا هذا هنا الفاسيكولاس جراسيليس وهذه الفاسيكولاس كيونيتاس مره اخرى حتى تكونون فاهمين مكاناتهن بالضبط. الان اذا صارت ليجن، هنا تفكرون وياي، اذا صارت ليجن موست لترالي، لان هاي جتها من اللترال، ليجن بسيطه مو كبيره مست السباينال كورد من الدورسال سايد، من جهه الدورسال سايد، ولكن موست لترالي، شنو اللي راح يتاثر؟ يا احاسيس ما راح تنتقل. الان اولا نوع الاحاسيس، خلينا نقول لكم اياها، نوع الاحاسيس اللي ينقلها الدورسال كلام، ميديال لمنسكس باثوي اللي تمشي بالدورسال كلام، هي الاحاسيس السريعه جدا، يعني البروبريوسبتيف اللي هي كونشيس بروبريوسبترز، كونشيس بروبريوسبشن، والفايبريشن، الاحاسيس اللي تنقلها الاعصاب السريعه جدا. اذا والفاين تاتش، فثلاثه ذن او الاشياء اللي هي سريعه جدا من عددنا لكم الاعصاب سابقا، قلنا لكم انه الاعصاب انها اي وبي وسي حسب سرعتها، اي اسرع واحد وابطا واحد هو السي، والاي بي ايضا اسرع شيء الى ابطا من الفا بيتا جاما دلتا، اسرع واحد الالفا، فاسرع هذه الاعصاب هي اللي تمشي هنا بهذه المنطقه. الاحاسيس اللي راح تنفقد اذا شنو اذا صار ليجن هنا بالدورسال كولم؟ الاحاسيس اللي راح تنفقد البروبريوسبشن، كونشس بروبريوسبشن، والفايبريشن، والفاين تاتش، ماشي؟ اذا هسه اولا الاحاسيس تنفقد هي النذني اللي عددناها، ثانيا كل ما احنا لترال ياها احاسيس تنفقد من الرجل لو من الايد مثلا، بما انه هذه اللترال هي اكثر شيء الهاي الابر والليجن صايره بالفاسيكولاس كيونيتاس، ف
فراح تنفقد من الأبر بارت أوف ذا بودي مو من اللور بارت، هاي رقم اثنين. ثلاثة، ايش راح ينفقد من نفس الجهة يمنى لو يسرى؟ هسه هذا بما أن هاي جهة الدورسال، إذا احنا هسه نحكي يسرى، إذا الليجن صايرة يسرى، الأحاسيس اللي راح تنفقد هذه السنسيشن أيضا راح تكون من جهة الليفت، ماشي؟ إذا تخيلنا الليجن جاية من الجهة الثانية ميديال، إذا إذا الليجن صايرة ميديال فشنو اللي راح ينفقد؟ نفس الأحاسيس اللي عددناها، يعني بروبريوسبشن والفايبريشن والفاين تاتش، ولكن منين؟ من يا جهة، أولا هي إبسيلاترال لو كونترالاترال أيضا من الليفت، لأنه لحد الآن قلنا ما أكو ديكوسيشن، إذا هاي الأحاسيس تنفقد من جهة الليفت، لكن وين؟ باللور بارت أوف ذا بودي، لأن من يصير الليجن بالجهة الميديال موست ميديال معناه the most lower part of the body is affected. هنا إذا ممكن يكون من الليج، من البلفيس، من اللور ترانك وهكذا. أرجو أن تكون هذه مفهومة. إذا الليجن أعمق شوية، إذا كل ما تمشي الليجن أعمق راح يصير involvement إذا بعد lower parts. يعني شلون؟ أول ما بدينا إذا صارت الليجن هنا شنو اللي affected؟ السيرفيكال والثوراسيك، وبداية ممكن راح توصل للنمبر. إذا كل ما نمشي بالعمق راح أكثر تنشمل segments of the spinal cord lower segment، كل ما نمشي من اللاترال إلى الميديال. أرجو أن تكون مفهومة هذه إذا صار هامي سكشن. إذا هامي سكشن يعني كل هذه الألياف أربعتها، يعني الفاسيكولاس جراسيليس والفاسيكولاس كيونيتس كلها راح will be abolished، بس من يا جهة؟ من جهة اللي بيها الهامي سكشن. هامي سكشن يعني بالنص ينقص الاسبينال كورد. إذا الاسبينال كورد ينقص بالنص من جهة اليمين أو من جهة اليسار، كل واحد يعني لو من جهة اليمين لو من جهة اليسار، الآن يعتبر قصينا من جهة اليسار، فإذا قصينا من جهة اليسار الاسبينال كورد، واحدة من الأحاسيس اللي راح تنفقد، راح تنفقد الشغلات الخاصة بالدورسال كلام اللي قلنا عليها بروبريوسبشن، conscious proprioception vibration و fine touch راح ينفقد من كل هذه المناطق، من كل المناطق بنفس جهة الهامي سكشن وليس الجهة المعاكسة. أرجو أن تكون هاي مفهومة وتعيدون الفيديو أكثر من مرة حتى تفهموها. الآن بعد ما صعدت من الاسباينال كورد، احنا قلنا الفيرست اوردر نيورون مثل ما تشوفون هنا راح صعدت هذه الفاسيكولاس جراسيليس والفاسيكولاس كيونيتس، يصعدون يوصلون الى ليفل اوف مدلة. بالمدلة اوبلونجاتا اكو نيوكلياي، واحدة اسمها نيوكلياس كيونيتس، واحدة اسمها نيوكلياس جراسيليس، بنفس اسم الفاسيكولاي اللي حكيناهم. يعني الفاسيكولاس جراسيليس هذه الحمراء راح تصير تسوي سينابس ويز نيوكلياس جراسيليس، والفاسيكولاس كيونيتس تسوي سينابس ويز the nucleus ecuneatus مثل ما تشوفون. اذا الميديال هي نيوكلياس جراسيليس واللاترال هي نيوكلياس كيونيتس، راح يصير سينابس. بما انه صار سينابس هنا، اذا انتهى الفيرست اوردر نيورون وبدا السكند اوردر نيورون، بدا السكند اوردر نيورون. اذا السيل بودي، حفظوها، سيل بودي اوف سكند اوردر نيورون بهذا التراكت اللي احنا سميناه اسمه ميديال لمنسكس، العفو دورسال كولم ميديال لمنسكس باثوي السكند اوردر نيورون وين موجود؟ اذا سالت وين موجود تقول موجود بنيوكلياس جراسيليس ونيوكلياس كيونيتس قدامكم، هذا سيل بودي وهذا سيل بودي وهنا سيل بودي. اذا سيل بودي اوف سكند اوردر نيورون اوف ذس باثوي از فاوند ان ذا نيوكلياي جراسيليس اند كيونيتس، ومنهم راح يبدي السكند اوردر. فإذا بدأ second order neuron، أول ما يبدأ second order neuron يعبر بنفس السيجمنت من هذه الجهة إلى الجهة المعاكسة، هذا هنا صار decussation، بدأ صار العبور. العبور عن طريق internal arcuate fibers، internal arcuate fibers، لأن أكو هنا بصفها بعد في system آخر اسمها external arcuate. إذا internal arcuate fibers حملتنا second order neuron من جهة اليسار وعبرت بي صار decussation بالمدلة، وبعدها راح هنا يمشي ويا تراكت اسمه medial lemniscus، هذا إذا الميديال lemniscus عبر هسه إذا من الدورسال كولم عن طريق internal arcuate fibers إلى الجهة المقابلة،
ومشى السكند اوردر نيورون على شكل ميديال لمنسكس. هذا الميديال لمنسكس لاح بالكروس سكشن مالت المدله نشوفه والبونز والميد برين، هذا كل كروس سكشن نشوف هيجي فتشي بهاي الجهه يكون، هذا يسمونه ميديال لمنسكس مثل ما راح تشوفون ايضا بالمحاضرات القادمه. الميديال لمنسكس اللي هو السكند اوردر نيورون راح ينتهي وين؟ بالثلمس. اذا هذا هو الثلمس وهذه اسمها VPL نيوكليس، يعني فنترال بوستيرو لاترال نيوكليس. الثلمس مثل ما تعرفون فيه هواي نيوكلياي، هذا الثلمس بعدد كبير من النيوكلياي. هذه النيوكليس اللي هنا اسمها VPL يعني فنترال بوستيرو لاترال، هي هذه اللي تستقبل او موجود بها الثيرد اوردر نيورون. اذا الثيرد اوردر نيورون مال هذا الباثوي اللي اسمه دورسال كولم ميديال لمنسكس باثوي، الثيرد اوردر نيورون وين موجود؟ موجود بالفي بي ال بالفنترو بوستيرولاترال نيوكليس اوف ذا ثلمس. طبعا بصفه هذه الصفره هذه فنترال بوستيرو ميديال، هذه في بي ام اسمها، هذه نيوكليس اسمها في بي ام، تستلم نفس المعلومات اللي حكينا عنها يعني بروبريوسبشن وفايبريشن وفاين تاتش تستلمها، لكن منين؟ من الوجه، هنا عن طريق الكرينيال نيرف اللي هو الترايجيمينال. اذا الترايجيمينال يجي لهنا، بينما هذا اللي جاي هذا مو الترايجيمينال، هذا اللي هو سميناه ميديال لمنسكس باثوي. هذا اذا ميديال لمنسكس وصلها لمن؟ للفي بي ال. اذا هذا الميديال لمنسكس وصل الى نهايته الى المكان المطلوب وهو الفي بي ال نيوكليوس، منا بدا الثيرد اوردر نيورون. هذا الثيرد اوردر نيورون اذا الخلايا مالته موجوده بالفي بي ال ثيرد اوردر نيورون، يمشي على شكل انترنال كبسول. هذا الانترنال كبسول اللي يمشي هنا بين البيزل جانجليا، فد تراكت مكان ضيق هنا يحتوي كل الفايبرز الصاعده الى الكورتكس والنازله من عندها، اسمه انترنال كبسول. ومنها بعد يصير نوبل راديشن يتوزع الى السوماتوسنسري كورتكس. هذا السوماتوسنسري كورتكس بالبوست سنترال جايروس. اذا هذا المقطع الكورونال سكشن بالبرين يمر بمن؟ يمر بالسوماتوسنسري كورتكس، كل من الى الطريق اللي رائده. مثلا هذا اللي كان موست لترالي مشى هنا وراح للهاند للثمب، للهاند هنا للارم، وهكذا الباقيات مشان وراحن. اللي يريد يروح للليج يجي منا، اللي يريد يروح للترانك يجي منا. ليش؟ لانه قلنا لكم الجسم موزع upside down، يعني الراس بالاسفل والرجل بالاعلى صاير على الكورتكس مثل ما قلنا لكم بمحاضرات النيرفس سيستم الاخرى. اذا هذا الثيرد اوردر نيورون. الان بس لمراجعه، بس لغرض المراجعه، فيرست اوردر نيورون موجود وين؟ بالدورسال روت جانجليا. السكند اوردر نيورون وين موجود؟ السكند اوردر نيورون موجود هنا بالنيوكليوس كيونيتاس ونيوكليوس جراسيلس. الثيرد اوردر نيورون وين السيل بودي مالته موجود؟ موجود بالفنترال بوستيرو لاترال نيوكليوس اوف ذا ثالامس. التراكت الثاني اللي قلنا لكم انه راح نتكلم عنه، اذا دورسال كولم ميديال لمنسكس عرفناه وعرفنا ايش يحمل وطريقه المشي مالته. الان ايضا دورسال فيو نشوف بها الانتيرو لاترال باثوي. الانتيرو لاترال يحمل البين والتمبريتشر، الاحاسيس التاليه البين والتمبريتشر والكرود تاتش والبريشر. اعيد، اذا ذني اللي هن بطيئات، عفوا انتم البين وخصوصا الكرونيك بين من يحمله؟ نيرف اسمه سي اللي هو ابطا واحد. كذلك التمبريتشر اللي هي شنو؟ الوارمث يحملها سي. وحتى الاكيوت بين يحملها منه الدلتا، ابطا واحد بالاي. فذن البطيئات يمشن انتيرو لاترال، البطيئات الاعصاب اللي الفايبرز البطيئه تمشي على شكل يعني بطيئه تمشي بالانتيريور واللاترال ريجن اوف ذا سباينال كورد. هذه الانتيريور، هذه الانتيريور، وهذه اللاترال ريجن. اذا هذه الانتيريور فيونيكلس يصيحوا لها، وهذه اللاترال فيونيكلس، وهذه الدورسال فيونيكلس اللي هي الدورسال كولم. نشوف الفيرست اوردر نيورون. الفيرست اوردر نيورون يصعد، يعني يجي صحيح هو يجي بالدورسال روت. شوف هذا الفيرست اوردر نيورون اجى حال السابق، يدخل السيل بادي مالته بالدورسال روت جانجليون. اذا الفيرست اوردر نيورون وين موجود؟
السيل بودي بالدورسال روت، كل السنسري باثويز، كل السنسري باثويز الفيرست اوردر نيورون مالتها وين موجود، حفظوها هذه بالدورسال روت جانجليون. دخل، لكن من دخل ما صعد مثل ذاك الدورسال كولم، لا صعد لفت سيجمنت او اثنين، شوف صعد مباشره سيجمنت وحده او اثنين، يلا دخل وسوى هالمره سينابس، سوى سينابس وذ ذا سكند اوردر نيورون. اذا الفيرست اوردر نيورون دخل من الدورسال وما سوى اي شيء، صعد له سيجمنت او اثنين، وقسم يقولون ايضا ينزل سيجمنت او اثنين. هسه احنا نشوف اللي صعده، صعده سيجمنت او اثنين، ورا ما صعد هنا سوى سينابس وذ ذا سكند اوردر نيورون. هذه الصعده من هنا لهنا يسمى ليزاور تراكت، ليزاور تراكت. اذا هذه صعد له تو سيجمنتس، اجى دخل من الدورسال وصعد له سيجمنت او اثنين، اجى الثاني صعد ايضا تو سيجمنتس، اجى الثالث همات تو سيجمنت. هذان كلهم راح يتجمع عن يصيرن من جهه الدورسال، مغطيات منه، مغطيات الدورسال هورن. يعني هذا الدورسال هورن الان خلينا نشوفه من الجهه الثانيه، هذا الدورسال هورن، هذا الدورسال هورن مغطي هذا التراكت اللي يسميه ليزاور تراكت، يعني وايت ماتر مغطي الدورسال هون. الدورسال هون جراي ماتر، هذا الدورسال، هذا نانا الجراي ماتر، الدورسال مال هون مالتها مغطايه بتراكت صغير، لكن صاير على بدايتهم بالضبط من مكان دخول، من مكان دخول نشوف نرجعها، من مكان دخول الدورسال روت. هذا الدورسال روت مو يدخل، اذا اللي زاور تراكت راح يغطيه بالضبط هنا حتى تندلون مكانه. فهذا تو سيجمنت، هذا الثاني جا صعد تو سيجمنت، اجى الثالث صعد تو سيجمنت، تجمع عن كلهن على شكل تراكت. هذا التراكت اللي تجمع سميناه ليزاور تراكت، ليزاور تراكت. ورا ما صعد سيجمنت تو ون اور تو سيجمنت، راح النوب شي يصير له الان، سوى سينابس ويا هذه المنطقه اللي هي لامينا 2 اور 3. اذا هذا السيل بودي، السيل بودي اوف سكند اوردر نيورون وين موجود؟ سبستانشيا جيلاتينوزا يسموها هذه المنطقة بالجراي ماتر، اسمها سبستانشيا جيلاتينوزا. هنا نسوي سينابس وياها حتى يبدي السكند اوردر نيورون. وهنا بهذا المكان بالذات، هذا الاعصاب اللي كانت فيرست اوردر نيورون صاعد قبل لا يوصل الى السبستانشيا جيلاتينوزا، قبل لا يسوي سينابس وياها، هنا يصير للانهبيشن، البين انهبيشن اللي حكينا لكم اياه بالمحاضرة السابقة عن البين انهبيتري سيستم، او يسمونه انالجيسيا سيستم، اللي لانه قلنا لكم ينزل عليه فايبرز من البرين، من البرين من الرافي ماجنس، ويجي لهنا يسوي انهبيشن، يمنع الالم، يخفف الالم. وين يخفف الالم؟ بهذا المكان. اذا دليتوا هذا يسمونه بريساينابتيك انهبيشن، بريساينابتيك لان قبل لا يسوي سينابس ويا السبستانشيا جيلاتينوزا يصير له انهبيشن. هسه هذا مو موضوع اليوم، ولكن فقط انه حتى شفتوا الصوره مالته. هذه السبستانشيا جيلاتينوزا تحتوي لنا السكند اوردر نيورون. اذا نشوف السكند اوردر نيورون صعد، اذا الان السكند اوردر نيورون صعد، لكن وين صعد؟ ورا ما عبر، شوفه مشى وعبر من جهه اليسار الى جهه اليمين، هذا الدكوسيشن عن طريق الانتيرير كوميشر، هذا انتيرير وايد كوميشر، عبر الى جهه اليمين وصعد ان لاترال، شوف لاترال مالت الالم يصعد لاترال، مالت التمبريتشر يصعد لاترال، والبقيه اللي هنا الكروت تاتش والبريشر يصعدن انتيرير، ولذلك يسموه التراكت انتيرو لاترال. هنا من صعد صار، انتبهتوا لو لا، من صعد صار موست لاترالي. اذا اللي اجى خلينا نقول اللي اجى من الاسفل، من الرجل، من الـ من الـ من جهه البلفيس، اللي اجى من الاس اول واحد اسفل، اقل واحد مستوى، ادنى واحد راح يمشي اكثر شيء لاترال، عكس التراكت السابق الدورسال كلم. من حكينا بالدورسال كلم قلنا من يجي من اسفل الجسم يمشي ميديال، هنا لانه عبر تغيرت الجهه مالته، بدل ما كان يمشي ميديال قام يمشي لاترال. خد شوفوا الثاني حتى تفهمون الفكره، اجى الثاني عبر ميديال اله، اذا عبر ايضا الثاني سوى ديكوسيشن وصعد شويه ميديال للاول، اذا هذا لاترال، هذا شويه ميديال اله، اجى الثالث مشى بعد ميديال، الى ان يجي اخر واحد من خلينا نقول عليه، نفترض انه من هذه المناطق او جهه الساكرال، مشالي موست لاترال، اجى اللمبر
مشى شوية بصفه، اجى الثوراسيك مشى شوية بعد بصفه صار ميديالي أكثر، اجى آخر واحد من السيرفيكال ريجن مشى موست ميديال. هاي مهمة حتى من تعرف شنو يصير ليجن. الآن تخيل أكو ليجن، إذا الليجن اجت وصارت موست ميديالي من جهة الميديال، شين هي الأحاسيس اللي راح تنفقد؟ إذا هنا نحكي على أنه anterolateral، إذا أكو ليجن anterolateral بالسباينال كورد موجودة من جهة اللاترال أو الأنتيريور مو من جهة الدورسال، وصارت هاي الليجن ميديالي، ميديالي من جهة الميديال، شين هي الأحاسيس راح تنفقد؟ أولا نوع الأحاسيس، بما أنه anterolateral أحاسيس نقول pain, temperature, crude touch وبرشر، هذن الاحاسيس تنفقد. هاي اولا نوع الاحاسيس. ثانيا من نفس الجهه لو من الجهه المعاكسه، يعني اذا الليجن هنا صارت بجهه الرايت الاحاسيس تنفقد من الرايت، لا مو من الرايت لانه عابر اصلا، شوفه جاي عابر، يا احاسيس راح تنفقد من جهه الليفت لانه كان ديكوسيشن. اذا هاي النقطه الثانيه، نوع الاحاسيس بين تمبريتشر كروت تاج وبرشر، مكانها اللوكيشن مالتها كونترالاترال، كونترالاترال يعني اذا الليجن قلنا لكم عليها باليمنى راح تنفقد الاحاسيس من اليسرى لانه عابر. هاي ثانيا. ثالثا يا احاسيس مالت الرقبه والراس لو مالت الرجل، طبعا لانه هنا الليجن صايره ميديال، فاذا ذا موست ميديال معناها جاي من السيرفيكال ريجن، يعني من الشولدر، نيك، من الابر لم، يعني الارم، الفور ارم، الهاند، الفينجر وهكذا، هذه ميديال. اذا شويه الليجن اجت من جهه اللاترال، موست لاترال يعني ليجن صغيره وجت لاترال، راح تنفقد يا احاسيس، يا احاسيس من الراس والرقبه لو لا من الاسفل، ليش؟ هذا موست لاترال هي lower part of the body. ممتاز. اذا هنا كل ما نكون لاترالي كل ما يكون الاحاسيس تنفقد من الاسفل. يا احاسيس اكرر، بما انه الليجن بالانتيريور لاترال، انتيريور انتيريور لاترال باثوي اللي هو سباينوثلاميك الليجن صارت بي، اذا الاحاسيس تنفقد هي البين والتمبرتشر والبريشر والكروت تاتش. هذه النقطه الثانيه. ابسي لاترال لو كونترا لاترال، كونترا لاترال نوع الاحساس ومكانه والليفل مالته، يعني مكان الليفل مالته وهل هو يمين لو يسار. ثلاث اشياء لازم تذكروها. اعيد، اذا هنا بما انه اللاترال انفقدت اللور بارت اوف ذا بدي، الاحاسيس من اللور بارت انفقدت بين والتمبرتشر اللي هي كونترا لاترال يمنى لو يسرى من الرجل اليسرى وليس من اليمنى لانه اكو ديكوسيشن. هذه ثلاث اشياء، تعيدون الفيديو مره اخرى حتى تفهمون هذا الكلام لان مهم جدا. الان اذا الليجن اعمق شويه، مو بس ميديالي، ميديالي بس اعمق مشت بهالمسافه هذه، اذا راح تنشمل مو بس السيرفيكال، راح حتى تنزل على الثوراسيك بعد اعمق، يعني وصلت لنا الى حتى اللمبر. اذا هامي سكشن، اذا قلنا هامي سكشن بالانتيرال، يعني هامي سكشن بالسباينال كورد، طبعا من ساعه قلنا لكم الهامي سكشن خلانا نفق بالدورسال كولم ايضا انقص. اذا خلي الان بالضبط الهامي سكشن اذا سويناه بالرايت سايد شنو الاحاسيس اللي تنفقد، شنو نوعها، بين وتمبرتشر؟ لا، اذا هامي سكشن انقصت كل النص السباينال كورد من جهه اليمين، يعني كل الاحاسيس راح تنفقد. ولكن يا احاسيس اذا البين والتمبرتشر والبريشر والكروت تاش راح ينفقدن كونترالاترال من الجهه المقابله، يعني اذا هامي سكشن باليمين انفقدن ذني الاحاسيس اللي باليسار من يا منطقه من كل المناطق. ليش؟ لانه كل هذه انقصت، كلها انقصت، يعني سيرفيكال، ثوراسيك، لمبر، كلها انقصت. اذا كونترالاترال هاي اول شيء، كونترالاترال ومن كل الاماكن انفقد البين والتمبرتشر، وبعد يا انفقد لنا هامي سكشن قاصين احنا نص السباينال كورد، يعني حتى مالت الدورسال كولم الاحاسيس اللي كانت هنا اللي هي الفاين تاتش، بروبريوسبشن، فايبريشن ايضا راح تنفقد، لكن اللي تنفقد منها ما تنفقد كونترالاترال، تنفقد ابسيلاترال، لان قبل شوي راويناكم التراكت الكولم الدورسال كولم يمشي بنفس الجهه. إذا تنفقد كل الأحاسيس ولكن البين والتمبرتشر ينفقد من الجهة المعاكسة والبروبريوسبشن والفايبريشن من نفس الجهة. وتعيدون الفيديو، تعيدونه أكثر مرة حتى تفهمون هذا الكلام.
الان نفترض انه صعد الاسباينوثلاميك، هذا التراكتس اللي قلنا عليه هذني الاربعه صعدا بعد عفى الاسباينال كورد ووصلا الى البرين. هنا بالبرين ما لهم علاقه، مجرد يمرون، يعني شوف مجرد يمر بالمدلة والبونس والميد برين الى ان يوصل للثلمس، لان اسمه سباينوثلاميك. من وصل الى الثلمس ايضا بنفس النيوكلياس في بي ال، لان هذه السوماتيك سنسيشن تجي بالفي بي ال Ventral Posterior Lateral Nucleus. هذه هي هنا بدأ شنو؟ بدأ Third Order Neuron. إذا Second Order Neuron Spinothalamic هذا تراكت وصل لل VPL وهنا سوى Synapse ويا ال VPL. Third Order Neuron موجود بالثلمس، نفس الشيء مثل الدورسال كانال. Third Order موجود هنا بال VPL Nucleus وطلع من عده، راح عن طريق الانترنال كابسول ووصل الى نفس الاماكن اللي وصل لها الدورسال كالام للسوماتوسنسري كورتكس. الان الى التراكت الثالث اللي قلنا لكم نتكلم عنه ايضا دورسال فيو. هنا سباينوسيريبلر تراكس هن طبعا اربعه، راسمي لكم ثلاثه لانه يعني ممكن انه واحد يعوض عن الباقيات. فهنا التراكس عندنا عده تراكس، عندنا هذا اول واحد اللي يسمونه دورسال سباينوسيريبلر تراكت. راح اعيد شوفه هنا اجى وصعد منه. اذا هذا الازرق اللي هو دورسال سباينوسيريبلر دخل من الدورسال هو دورسال روت، دخل ويا الدورسال روت. طبعا هذا السيل بادي مالته مثل ما قلنا لكم وكل سنه نعيدها يكون بالدورسال روت جانجليون. هاي السيل بادي دخل من الدورسال من جهه الدورسال هون، سوى ساينابس with the second order neuron. إذا second order neuron مالته وين موجود؟ هنا بمنطقة اسمها Clark nucleus. Clark nucleus. إذا second order neuron موجودة بClark nucleus اللي هي منطقة خامسة إلى سادسة هنا ضمن طبقات الجراي ماتر. شو اسمها؟ Clark. اللي قبلها كانت substantia gelatinosa 2 و3. إذا second order هناك بالspinothalamic، هنا السبستانشيا جيلاتينوزا بهذه اللامينة، بينما هذه باللامينة اللي اسمها كلارك نيوكليوس. سكند اوردر نيورون صعد مباشرة دورسالي، لان احنا هنا من جهة الدورسال فيو دورسولاترال، فهنا صعد من هذه الجهة وراح الى الانفيريور سيريبلر بيدنكل مثل ما تشوفون. هذه اذا هنا اكبر الصورة حتى تشوفون، نعيد الحركة نفسها خلاص. إذا هو صعد، راح أعيدها مرة ثانية، إجا من الدورسال وصعد، صعد إجا من الدورسال هون، دورسال روت دخل الدورسال هون ويا كلارك نيوكليوس وصعد بالدورسال سباينو سيريبلر تراكت. هذا السكند أوردر نيورون دورسال سباينو سيريبلر تراكت دخل عن طريق الإنفيريور سيريبلر بيدنكل. هذا الإنفيريور، هذا السيريبلم بثلاثة بيدنكل سوبيريور وميدل وإنفيريور، فدخل من الانفيريور سيريبلر بيدنكل وراح الى السيريبلر كورتكس. اذا تو نيورونز فقط، فيرست اوردر وسكند اوردر، ماكو ثيرد هنا، ماكو ثيرد اوردر. هذا اول واحد. شو يحمل لنا؟ شنو نوع الاحاسيس؟ طبعا اللي يحمل هنا السيريبلم هو سب كونشس بروبريوسبشن. قبل شويه قلنا لكم الدورسال كولم يحمل كونشس بروبريوسبشن، الاحساس بالوضع اللي هو الواعي اللي يروح بعدين يوصل للكورتكس للسيريبرال كورتكس. اما هنا اللي يروح للسيريبلم هو سب كونشس بروبريوسبشن. منين جاي؟ هذا مال الدورسال كولم جاي من المصل سبندل، من المصل سبندل. اذا من المصل سبندل الاحاسيس اللي تعطينا معلومه عن طول العضله، حركه العضله هذه، سرعه حركتها، يعني مدى تغير بطول العضله، من المصل سبندل تجي تروح المعلومه الى السيريبلم عن طريق الانفيريور سيريبلر بيدنكل. الان نجي الى الثاني اللي هو هنا باللون الاسود، مرسوم باللون الاسود. هذا مشى ويا هذا الفيرست اوردر نيورون مثل ما شفتوا، راح اعيد، مشى ودخل من جهه الدورسال، دخل من جهه الدورسال، وهذا هنا سوى ساينابس ايضا بالكلارك نيوكليوس، سوى ساينس بالكلارك نيوكليوس وعبر، سوى ديكوسيشن مو مثل الفنترال، هنا سوى ديكوسيشن عبور ومشى من ذيك الجهه، لكن هالمره مشى فنترال سباينو سيريبلر. اذا تعرفون انه هذا هو الدورسال، شوفوا من الجهه الثانيه هذا الدورسال حكينا عليه قبل شويه،
هذا الدورسال سباينو سيريبيلر تراكت. الاسود سوى ساين اب شويه، الاسود يعني قصدي هنا الفيرست اوردر نيورون مال فنترال سباينو سيريبيلر تراكت، الفيرست اوردر خلص بالكلارك نيوكليوس، هذه كلارك نيوكليوس، طلع من عندها السكند اوردر نيورون وراح وسوى ديكوسيشن بالانتيرير كوميشر وصعد عن طريق الفنترال سباينو سيريبيلر تراكت. وش يحمل وياه؟ شنو فرقه عن ذاك؟ هذا يحمل وياه نفس الاحاسيس للبروبريوسبشن، ولكن منين هالمره يحملها؟ من الجولجي. يحملها منين؟ من الجولجي تندن، هنا اذا من الوتر العضلي وليس من السباينال وليس من المصل سبندل. صعد هذا الفنترال سباينو سيريبيلر تراكت، راح نشوفه من يصعد وين يروح مرة أخرى. من صعد نكبر الصورة، فهذا دخل وسوى ديكوسيشن، أعيد مرة أخرى، دخل وسوى ديكوسيشن، شوف طريقة طويل هالمرة، أجي أعيدها مرة أخرى، دخل وصعد وحرك، شوف هذا الطريق مالته، أعيدها مرة ثالثة، دخل شوف ماشي. إذا نتابع هالمرة بالإيد، هنا أنا دخل من الدورسال روت إلى الكلارك نيوكليوس، سوى ديكوسيشن، صعد بالفنترال سباينو سيريبيلر تراكت، مشى هاي المسافة كلها ما عليه المدلة والبونز إلى حد الميدبرين وعبر النوب، دخل إذا دخل إلى الجهة المعاكسة من السيريبيلم وسوى سينابسوا، لكن عدة أيضا هنا هو مشى بهذا الطريق وطى كولاترال لهذه الجهة ومشى عبر ورجع مرة ثانية سوى ديكوسيشن. هذا يسمونه دبل ديكوسيشن، دبل ديكوسيشن يعني هو إجا من جهة اليمين وراح لليسار وصعد واستدار ورجع الى اليمين مره اخرى. فهو بالحقيقه اذا تحسب ماكو مو كونترالاترال، ابسيلاترال بنفس الجهه، بنفس الجهه، لان عبر مرتين، هذا العبور الاول بالانتيرير كوميشر والعبور الثاني بالوين بالميدل، هذا يسمونها الميدل، شوفها ميدل سيريبيلر بيدنكل، هذا العبور الثاني بالميدل سيريبيلر بيدنكل، صعد من السوبيريور سيريبيلر بيدنكل، هذا السوبيريور، ودخل وطق كولاترال واستدار ورجع مرة ثانية عن طريق الميدل سيريبيلر بيدنكل من البونس ويم البونس وعبر إلى الجهة الأخرى. هذا الشيء يحمل لنا، قلت لكم هو أيضا نفس الشيء يحمل لنا نفس الأحاسيس، ولكن هالمرة منين يحملها؟ من الجولجي تندن، من الجولجي تندن. منين هذا المن يا أماكن؟ هسه راح نسوي لكم جدول حتى تحفظوها، خاف تصير هوسة عليكم بهاللحظات. نكمل الثالث، الثالث التراكت الثالث اللي هو هذا اللي مراسمين لكم إياه إحنا باللون الأحمر، باللون الأحمر، هذا يجي من الدورسال هون، يجي من دورسال روت جانجليا العفو، يدخل من دورسال روت إلى الدورسال هون، هنا ورا ما يدخل رأسا مباشرة يصعد ويا الدورسال كولوم، وكأنه يعني ويا الدورسال كولوم مال الكونشس بروبريوسبشن، صعد الانكونشس بروبريوسبشن يوصل الى، شوفه صعد، راح نشوف وين يروح بالصوره التاليه، ايضا مره ثانيه نرسمها مره ثانيه لكم، دخل وصعد، صعد الى نيوكليوس ثانيه، يعني صح مشى بالدورسال كولوم بس ما راح للنيوكليوس جراسيليس ونيوكليوس كينياتس، اكو هنا نيوكليوس اسمها اكسسري كيونييت، اكسسري كيونييت نيوكليوس. إذن الفيرست أوردر نيورون يصعد إلى الأكسسري كيونيت، بالأكسسري كيونيت يلا يسوي ساينابس، ولذلك يسمونه سباينو كيونيو سيريبيلم، هذا التراكت الثاني اسمه سباينو كيونيو سيريبيلر تراكت، هذا التراكت يصعد ويروح إلى السيريبيلم من هذه الجهة في نفس الجهة، وأيضا تو نيورونز. يحمل الأحاسيس هالمرة منين هذا اللي إجى؟ نفس الأحاسيس يحملها من المسل سبندل ولكن للأبر بارتس أوف ذا بادي، يعني ذاك الدورسال والفنترال سباينو سيريبيلر تراكتس يحمل هاي الأحاسيس من اللور بارتس، يعني من الليج، من الترانك، من يعني من الأرجل أو من الظهر، هذه المناطق اللي هي اللور بارت أوف ذا بادي يحملهم الدورسال والفنترال سباينو سيريبيلر تراكت. اما هذا السباينو كيونيو سيريبيلر تراكت يحمل نفس الاحاسيس من المسل سبندل مثل ما قلنا لكم،
لكن منين؟ من الابر بارت، يعني خلينا نقول من الثوراكس، الشولدر، الابر ليمز وهكذا. واكو تراكت رابع لكن ما راسمه لكم، هذا بالضبط يعني مثل الفنترال، يعني همات يجي منا نفس الطريق بالضبط، نفس الفنترال. خلنا اعيد لكم الفنترال واسميه اسم اخر حتى هنا تفهم، تحاول انه تفهمني. نفس هذا الفنترال، هذا الفنترال سباينو سيريبيلر تراكت اللي حكيت عليه قبل قليل، اذا يجيب الاحاسيس من الابر بارت اوف ذا بودي اسمه روسترال، روسترال سباينو سيريبيلر تراكت، روسترو سباينو سيريبيلر تراكت. اعيد، يعني نفس هذا الفنترال سباينو سيريبيلر تراكت، فنترال سباينو سيريبيلر تراكت اللي يحمل احاسيس من الـ من الجولجي تندن اوف ذا لوور بارت اوف ذا بودي، من الـ من الـ من الترانك واللور ليمز، يجي تراكت اخر يمشي وياه بالضبط نفس الطريق، هذا نفس الطريق يمشي ولكن يجيب الاحاسيس من الابر بارت اوف ذا بودي، يعني من الثوراكس، شولدر، نيك، هيد اند ليمز، العفو الهيد هناك يحمل كرينيال نيرفز، من الابر باس شولدر ابر ليم يحملهم ويروح ويا نفس طريق الفنترال سباينو سيريبيلر تراكت. هذا شو اسمه التراكت الرابع؟ اسمه روسترو سباينو سيريبيلر تراكت، روسترو سباينو سيريبيلر تراكت. هذا انه صارن اربعه. نكمل هذا اللي هو كيونيو، هذا سباينو كيونيو سيريبيلر تراكت، سباينو كيونيو سيريبيلر تراكت. وكملخص حتى ما يصير عندكم اشتباه، سويت لكم هذا الجدول، الجدول يعطيك الريسبتر والبارت اوف ذا بودي والريسبتر. شنو هنا الريسبتر؟ مصل سبيندل. من المصل سبيندل يحمل الاحاسيس من اللور بارت اوف ذا بودي، ياهو اسمه دورسال سباينو سيريبيلر تراكت، اسمه فليخزيك، هذا العالم الالماني اسمه فليخزيك. اذا الدورسال سباينو سيريبيلر تراكت شو يحمل؟ يحمل لنا احاسيس من المصل سبيندل اوف ذا لور بارت اوف ذا بودي. زين، هنا الفنترال سباينو، العفو الفنترال سباينو سيريبيلر تراكت، الدورسال يحمله من المصل سبيندل اوف ذا لور بارت اوف ذا بودي. الفنترال سباينو سيريبيلر تراكت يحمل لنا من الجولجي تندن، من الجولجي تندن اوف ذا لور بارت، لور بودي بارت، يعني من الاقدام، من القدم، من الليج، من البلفيس، يحملهم ويمشي فنترال، اسمه جاورز تراك، جاورز تراك او فليخزيك تراك، هاي اسم اخر، اسماء عديده لنفس التراك. فالدورسال والفنترال يحملوا لي الاحاسيس من اللور بارت اوف ذا بودي، لكن شنو الفرق بيناتهم؟ ان الدورسال ياخذ من المصل سبندل والفنترال ياخذ من الجولجي تندن. نجي الى الثاني من الابر بارت اوف ذا بودي، الابر بارت اوف ذا بودي السباينو كيونيو سيريبيلر تراكت ياخذ الاحاسيس من المصل سبندل، والروسترو سباينو سيريبيلر تراكت ياخذ الاحاسيس من الجولجي تندن، واثنيناتهم منين؟ من الابر بارت اوف ذا بودي، ابر بارت اوف ذا بودي يوديهم للسيريبيلر. باعاده هذه المحاضره شوفوها على اليوتيوب اكثر من مره ان شاء الله تكون واضحه ومفهومه، وارجو ان تكون فائدتكم اقصى فائده، وان شاء الله انتظروا من عندنا محاضرات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.